كابتن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، من المتوقع ان هو يعمل النهارده 3 تعديلات على تشكيل المنتخب في المواجهه المرتقبه امام منتخب موريتانيا اللي هتكون الساعه 7 باذن الله في نواكشوط. مصادرنا اكدت ان كابتن حسام بيرفض ان هو يجازف في ان هو يدفع بمحمد عبد المنعم مدافع نيس الفرنسي رغم جاهزيته بعد اصابته في المباراه الاولى، والمفاضله هتكون ما بين خالد صبحي واحمد رمضان بيكهام ان هو يدفع بواحد منهم ضمن التشكيل الاساسي. استقر كابتن حسام حسن كمان على الدفع باحمد سيد زيزو في مركز الجناح الايمن بدل من محمد صلاح بعد استبعاده لراحته، وهيشارك اسامه فيصل في مركز راس الحربه بعد إراحة مصطفى محمد مهاجم نانت هو كمان في مباراة النهاردة. وارد جدا نشوف كمان إبراهيم عادل في مركز راس الحربة الصريح، ونشوف الثنائي تريزيجيه ومرموش أجنحة هجومية. إذن التشكيل المتوقع لمنتخب مصر النهاردة أمام منتخب موريتانيا: في حراسة المرمى محمد الشناوي، قدامه أحمد عيد وبيكهام ورمضان ورامي ربيعه عفوا وكمان محمد حمدي، في الوسط مروان عطيه حمدي فتحي، قدامهم احمد مصطفى زيزو والثلاثي مرموش وتريزيجيه واسامه فيصل او ابراهيم عادل. وارد كمان ان احنا نشوف مصطفى فتحي في التشكيل الاساسي، كلها اكيد طبعا اجتهادات، واكيد كابتن حسام حسن زي ما قال في اخر مؤتمر صحفي: انا رايح هناك لو ما كسبتش ما خسرش. يعني اكيد هدفه ان هو يحسم التاهل من مباراه الجوله الرابعه وقبل ما يدخل في الجوله الخامسه والسادسه. عايزه اقول ان القيمه التسويقيه لمنتخب مصر هي 136 مليون يورو، اغلى لاعب هو محمد صلاح قيمته التسويقيه 55 مليون يورو، رغم انه مش هيشارك وراه عمر مرموش 40 مليون يورو، بعد كده مصطفى محمد 7 مليون يورو، اما القيمه التسويقيه لمنتخب موريتانيا هي 11 مليون يورو، اغلى اللاعبين ابو بكاري كويتا 4 مليون يورو، وبيجي بعد منه ابو بكر كامارا مليون يورو. ده بالنسبه للقيمه التسويقيه للفريقين.